يعني أولا يعني هي تدل على خطورة الوضع والتأثير الكبير للمجازر الإسرائيلية التي تحصل على مرأى من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى هي تدل على ضعف بنيوي في الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنبثق عنها. يعني هيئة الأمم المتحدة لا تفعل شيئا في الصراعات الإقليمية والدولية منذ عقود سوى الإدانة والاستنكار وتقديم بعض المساعدات الإنسانية هنا أو هناك. هذا ليس هو الدور الأساسي للأمم المتحدة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. على أمين العام للأمم المتحدة أن يكون أكثر يعني جدية في هذه المسألة، نعم عليه أن يدعو كان إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة المتحدة أو حتى لمجلس الأمن الدولي الذي يهيمن على القرارات الدولية والذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بشكل أساسي. إذا هناك مشكلة أساسية في الأمم المتحدة نفسها نعم التي تقدم فقط مواقف سياسية وبعض المساعدات الإنسانية ولا تفعل دورها السياسي المطلوب بالأساس منها. نعم سيد حسن، مصادر إعلام إسرائيلية قالت أنه تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بالقطاع، وذلك للسماح بمغادرة المدنيين إلى مصر عبر معبر رفح ودخول المساعدات للقطاع، ولكن إلى الآن لم يدخل هذه الهدنة أو لم تدخل هذه الهدنة حيز التنفيذ. نعم، يبدو أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية أو المجلس الوزاري المصغر، لأن الاتفاق الذي تم الحديث عنه هو مصدره إسرائيلي وليس فلسطيني أو دولي. إذن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول هذه المسألة، منهم من يرى أن التهاون في هذه المسألة قد يجر إلى هدنة أطول ويعطي وقتا كافيا لحماس لاسترداد انفاسها، واخرون يرون انه لا بد من الاستجابه للضغوط الامريكيه والدوليه على الاقل في هذه المرحله لتبييض صوره صفحه الكيان الاسرائيلي الذي ارتكب مجازر بشعه ورهيبه خلال الايام الماضيه ضد الشعب الفلسطيني. طيب من جانب آخر، هل ممكن أن نشهد اتفاقيات بين حماس وإسرائيل بشأن الأوضاع في غزة وأيضا إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين؟ يعني المعركة الآن في أوجها أو في بدايتها كما يقول الإسرائيليون، الوقت مبكر لهذه القضية، ولكن أعتقد أن الأمور على الأرض، الموازين القوى هي التي ستحدد مسار الأوضاع في الأيام المقبلة. إسرائيل تريد استئصال حماس أو كسر شوكتها بشكل نهائي، ولكن حماس قوية جدا حتى الآن رغم كل القصف وعمليات العدوان الهمجي على المدنيين. الأمور مرهونة بما سيجري على الأرض. أعتقد أن صمود حماس سيغير في التفكير الإسرائيلي وسيؤجج الخلافات الداخلية الإسرائيلية، بما يتيح فيما بعد لإمكانية الوصول إلى اتفاقات جزئية أو حتى إلى هدنة طويلة الأمد. نعم سيد حسن، أيضا أنتوني بلينكين من جانبه أوضح في تصريحات صحفية أن هناك رؤى مشتركة من عدد من الدول في المنطقة على العمل على ضمان عدم امتداد الصراع بين حماس وإسرائيل إلى أماكن أخرى. نعم، بلينكين يخاف على المصالح الأمريكية في المنطقة، على القواعد العسكرية، على العلاقات الاستراتيجية التي بنتها الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة مع دول المنطقة المهمة. هو يخاف على المواطنين الأمريكيين في فلسطين أو في الدول العربية، يخاف على مصالح بلاده النفطية والغازية والتجارية، ولا يقلق على الشعب الفلسطيني أو على الشعوب العربية. أيضا هو يخاف من قدرات محور المقاومة التي قد تفعل في أي وقت ردا على المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. سيد حسن، لم نشهد كل هذا التحرك الأمريكي من قبل لإسرائيل في حربها على القطاع، حيث شاهدنا دعما أمريكيا وزيارات مكثفة لإسرائيل من الجانب الأمريكي. كيف تقرأ لنا ذلك؟
يعني هي ضلالة ضعف الكيان من ناحية الذي يسلحه الأمريكيون منذ تأسيسه بكل أنواع الأسلحة، وهو الكيان المسلح نوويا، هو الكيان الذي يمتلك أفضل طائرات، يعني سلاح جو أو أفضل سلاح جو في العالم تقريبا. لكن رغم كل ذلك بينت عملية طوفان الأقصى لحركة حماس عن هشاشة هذا الكيان، والأمريكيون أتوا إلى المنطقة من أجل حمايته وتجديد الثقة بحكومة الكيان، ومن أجل ردع محور المقاومة عن أي مبادرة استباقية ضد هذا الكيان المجرم. أشكرك جزيل الشكر الباحث والمحلل السياسي السيد حسن صعب على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة.